كابتن. حشرت دماغك جامد قوي، مش كده؟ يا جماعة تعالوا الحقوا، البطيخة اتحشرت. واه دي شكلها ما طلعاش هي. حيلك يا صاحبي، طول بالك بالهداوة. أنا مش ههدى يا فرخة، صاحبتي تاهت. اسمعني اهدى، قلدني، لف وشد، لف وشد، ما تاخدش ببالك هتطلع هوا. ايه الحاجات دي؟ دي بتضعفني. واه ده الفول السفنج بتاع العلب. فول سفنج؟ مفيش شك انه من قلعيب ابو عيون خضرة. انت تعرف الراجل ابو عيون خضرة؟ صراحة لو في حاجة تتقال يبقى لازم اقول لك على حاجة. شكلك من النوع المألوف زغلول، بص على الجدع ده. تمام، الخلقة دي مش غريبة علي واصل. ايوه صح، اصل لعلمك ما بنساش الوشوش. ايوه ما بنساش. ايوه صح واصل. ايوه ده اروبه ما بينساش ملامح حد. اسمعوا ابو عيون خضرة، تعرفوا عنه ايه يا عصافير؟ اني شفته قبل كده. ايوه صح، واني كمان لازم افتكر، اني هتجنن. استنى، لا اني مش فاكره، راح عن بالي. طب قول لي، كنت بتصيح مع كلب اسمه كوتكوت في شارع 14؟ ها صح كوتكوت الكلب الرومي. ايه؟ قول لي حاجه تفكرني، اصل النسيان ده دمه ماسخ. ايوه فعلا ده دمه ماسخ. فاهم معنى ماسخ؟ عارف معناها ايه؟ مفيش منكم فايده، عايز حد قريب منه، حد بيشتغل مع ابو عيون خضرة. قط؟ ايه؟ قط؟ ايوه قط. ولما لقيه ولما لقيه انا هخلي القط يلعن اليوم اللي اتولد فيه. اظن ممكن ندلك عليه. جيت في وقتك تمام، تعالى. برافو يا برقوق، المره الجايه هاتلي مستارده. ماشي يا حلو. ماشي يا ميتنز. شكرا يا ميتنز. هو دي سميطه بالتوابل يا شبل. اسد يا جدع. يوم سعيد لوي. ايه دي؟ كان اسبوع صعب قوي. ده نص اللي انا لقيته. سامع يا لوي؟ وقع من الجوع، ولما عصافير بطني بتصوصو ما بتصوصو ليش، بتصوصو لي مخلبي. إلا دول أرجوكي. بمنع مخلبي الوحشة على قد ما أقدر، بس الحقيقة أنا ليا حدود. بطني عندها خط اتصال مباشر معاهم. أنا وصلتني طرطاشة كلام. بس عشان خاطرك أنا ههدهم لك المرة دي، والأسبوع اللي جاي هتجيب كل اللي تلاقيه. بس ده مش اتفاقنا. أدي لك النص توفري لي الحماية، ده كان اتفاقنا. الاتفاق انتهت صلاحيته. ليه؟ يلا فرانكا. افتكري كلامي يا ميتنز، هيجي يوم وحد يقف قصادك ويعلمك تبطلي بلطجة. خوفتني يا جدع. الخوف مطلوب. مفهوم. وانت البنت فين؟ انهو ما تستعبطيش عليا. هي فين؟ ماشي بص يا صاحبي، معرفش بتتكلم عن ايه لكن. يلا يا ميتنز قولي للجدع هي فين، قولي للكلب ريحيه. يلا قولي له يا ميتنز، قولي له. زغلول، زاجل، برغل، يا ولاد، ممكن تقولوا للكلب المجنون ده انه غلط في العنوان؟ دي بتبعاتك. هي دي، هو العنوان. انت مساكت القط الصح. واضح ان الذوق مش هينفع معاك. انت مجنون يا جدعان. زغلول، تفتكر احنا زودناها قوي؟ انت بتهزر يا راجل، ده اجمل يوم في حياتي.